أضخم حاملة طائرات إسبانية في تركيا. ما الذي يجري؟ المدمر الهجومي البرمائي خوان كارلوس في تركيا. وصلت السفينة الهجومية البرمائية خوان كارلوس الأول L61 التابعة للبحرية الإسبانية إلى إسطنبول. وفي هذا السياق رست السفينة التي أبحرت مؤخرا عبر الدردنيل في ميناء سيركيجي. خوان كارلوس هي سفينة هجومية برمائية متعددة الأغراض تخدم في البحرية الإسبانية أرمادا إسبانيولا. تحتوي السفينة التي لها دور مشابه للعديد من حاملات الطائرات على منطقة العمليات STOBL. وفي هذا السياق تمتلك السفينة طائرات مقاتلة من طراز AV-8B هارير 2، وتأخذ السفينة اسمها من ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول. وتلعب سفينة الهجوم الإسبانية خوان كارلوس الأول دورا مهما في الأسطول التابع لحلف شمال الأطلسي الناتو، ليس فقط ليحل محل طائرات LST من فئة نيوبورت هيرنان كورتيس وبيزارو لدعم حركة مشاة البحرية والنقل الاستراتيجي للقوات البرية وحسب، ولكنها تعمل أيضا كمنصة لإطلاق الطائرات المقاتلة. خوان كارلوس تتمتع بالقدرة على حمل ما يصل إلى 30 طائرة مقاتلة من الدرجة المتوسطة والثقيلة للعمليات البرمائية، وعدد مماثل من طائرات الهليكوبتر في تكوينها. وبالنسبة للتسليح تحتوي على 4 رشاشات عيار 12.7 ملم ومساحة CIWS المضادة للصواريخ ESSM وRAM، ورادار ثلاثي الأبعاد من طراز Lanza-N، ورادار كشف يصل إلى 250 نانومتر، ورادارين أمامي وخلفي للمراقبة السطحية والتحكم بالطائرات المروحية. كما تتم معالجة جميع بيانات المستشعر في نظام إدارة المعركة SCOMBA، يبلغ أقصى مدى لها 9000 ميل بحري بسرعة 15 عقدة. هذا ولم يكشف بعد عن طبيعة المهمات التي ستنفذها السفينة الحربية الإسبانية، لكن وفق ما تنقلت وسائل الإعلام فإنها ستقوم بمهمات مشتركة روتينية مع الجيش التركي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.